بعض اللي احنا خدناه المره اللي فاتت. احنا المره اللي فاتت خدنا مراجعه للتقرير، فالنهارده هناخد اول درس بقى في الصف الخامس الابتدائي، وهو التقرير لاقرب جزء من 100 واقرب جزء من 1000. طب تعالوا كده برضو نفتكر مع بعض العدد لما يكون في صوره عشريه بيتكون من ايه. اول حاجه بيتكون من العلامه العشريه اللي هي بتبقى الواو، وقبليها الاجزاء العشريه، وبعديها العدد الصحيح. طب تعالوا نشوف مع بعض كده العدد الصحيح بيتكون من ايه؟ بيتكون من احاد وعشرات ومئات وهكذا، هنكمل عادي الخانات بتاعتنا. طيب والاجزاء العشريه؟ اول جزء جزء من 10، وده اللي بيبقى قبل العلامه العشريه على طول، وبعد كده الجزء من 100، بعد كده الجزء من 1000. يبقى كده نفتكر مع بعض تاني علشان في ناس كتير بتتلخبط، هو العدد الصحيح بيبقى موجود فين والاجزاء العشريه بتبقى موجوده فين. الاجزاء العشريه بيبقى اللي قبل العلامه العشريه اللي هي الواو، والعدد الصحيح اللي بيبقى بعد علامه الواو للعلامه بتبقى بصات. طيب تعالوا نشوف مع بعض مثال. قرب العدد 4,7,398 لاقرب من، هتقرب لاقرب ايه بقى؟ لاقرب جزء من 100. طبعا احنا برضو قلنا المره اللي فاتت فكره التقريب ايه هي؟ ان انا بقف عند الخانه اللي عايز يقربها وابص على الخانه اللي قبليها. طب انا هنا عايز اقرب لاقرب الجزء من 100، يبقى اقف عند خانه الجزء من 100 اللي هي مين؟ اللي هي الثلاثه، وابص على الخانه اللي قبليها اللي هي التسعه، واسالها واقول لها يا تسعه انت كريمه ولا بخيله؟ هتقولي لا انا كريمه، فهدي الثلاثه واحد فتبقى 4، وانزل كل اللي بعديها زي ما هو. فيكون الناتج عندي 4 صحيح و74 جزء من 100. نفس الكلام برضو بس المرة دي على نفس المثال هنقرب نفس العدد لأقرب جزء من 1000. أقرب جزء من 1000 يبقى هقف عند خانة الجزء من 1000 اللي هي التسعة، وأبص برضو على الخانة اللي قبليها اللي هي الثمانية، وأسألها وأقول لها أنت كريمة ولا بخيلة؟ فهتقول لي أنا كريمة. هدي التسعة واحد، نقف هنا بقى شوية. لما أنا أدي التسعة واحد يبقى 9 زائد 1 هيديني كام؟ هيديني 10. يا ترى هكتب هنا 10؟ لا طبعا مش هينفع، لان ما ينفعش اكتب في الخانه غير عدد واحد بس. فطبعا هجمع الجمع العادي اللي انا بجمعه ان انا اكتب صفر وازود الواحد على الثلاثه اللي بعديها فهتبقى 4، وانزل بقيه العدد زي ما هو. فهيكون الناتج عندي 4 صحيح و740 جزء من 1000. نشوف المثال اللي بعديه. اكمل العدد 4,559 جزء من 1000. هو بقى المره دي السؤال مختلف، هو بيديك الاجابه، هو مقرب لي العدد ل 4.6، بس المره دي بقى هو عايزك انت اللي تقولي له هو انت كده، هو كده قرب لاقرب جزء من ايه. طب انا دلوقتي في كل مسائل التقريب انا كنت ببص على العدد اللي مديهولي عشان انا اللي اقرب، بس المره دي انا مش هبص على العدد ده، انا هبص على الناتج اللي هو 4.6، واشوف هو لما الناتج اللي اديهولي اقرب حاجه مديها لي هي هو اديك 4.6، يبقى هو كده الجزء اخر جزء مديهولي هو 6، يبقى هو مقرب لاقرب جزء من ايه؟ اقرب جزء من 10. طب لو كان هنا عددين مش عدد واحد يبقى كده هيكون مقرب لجزء من 100 وهكذا. طب نيجي للمثال اللي بعده. 39 يوم فيها كام اسبوع؟ نحل بقى المسألة دي ازاي؟ علشان نقرب ال 39 يوم تقريبا فيها كام اسبوع، لازم نبص هنا على اليوم والاسبوع، هنلاقي عندنا وحدتين، هنشوف اللي مديها لنا هي الوحدة الكبيرة ولا الصغيرة؟ هنلاقي إن اليوم أصغر من الأسبوع، طب ما دام عندي الصغير بعمل إيه؟ بقسم، الصغير بيقسم الكبير، طب أنا هقسم على كام؟ هو الأسبوع فيه كام يوم؟ فيه 7 أيام، يبقى هقسم على 7. يبقى انا كده محتاجة اقسم 39 على 7. طب هقسمها على جنب كده واعملها كأنها قسمة مطولة، هحط ال 39 هنا تحت السلم اللي انا بعمله كده، وفوق السلم بتاعي بحط 7 وهقسم. طب انا لما باجي اقسم بقسم ازاي؟ بقسم من على الشمال 3 على 7، ما ينفعش اقول 3 على 7 عشان لازم المقسوم يبقى اكبر من المقسوم عليه، فما ينفعش كلمة ما ينفعش دي احط بدلها صفر فوق، يبقى كده انا هحط صفر. طب وبعد ما احط الصفر ايه اللي هاخده؟ هقول ما ينفعش، ما ينفعش دي، يبقى اخد الثلاثة مع الرقم اللي قبليها، فكده هقسم ال 39 كلها على 7. طب ما فيش حاجة
المسألة بتاعتي خلصت، الناتج بتاعي 5 بس اتبقى معايا 4، 4 من كام بقى؟ 4 من 7. طب يا ترى الأربعة دي أكبر من نص الأسبوع ولا أقل من نص الأسبوع؟ هلاقي طبعاً إن السبع أيام نصهم 3.5، يبقى الأربعة أكبر، يبقى الأربعة دي هتزود الخمسة 1 وهتخليها 6 أسابيع، يبقى كده 39 يوم تقريباً هيكون 6 أسابيع. طب نيجي للمثال اللي بعديه، 13.376 جزء من 1000 زائد 15.75 جزء من 100، بيقول لي تقريبا لو انا قربتها لاقرب جزء من 100 هيكون كام؟ طب هو انا هعرف اقرب من غير ما يكون عندي ناتج؟ انا مش هينفع اقرب مساله جمع او مساله طرح، ما ينفعش اقرب عمليه حسابيه، لازم يكون عندي ناتج. يبقى انا محتاج قبل التقريب هقول للتقريب استنى انت شويه كده، وامسك العددين دول واجيب الناتج بتاع عمليه الجمع. طب انا علشان اجمع ويكون عندي عددين في صورة عشرية لازم يكون عندي الأجزاء متوحدة. طب أنا عندي هنا ثلاث أجزاء عشرية وهنا جزئين، طب أعمل إيه؟ هساوي الأجزاء، يبقى لازم أحط هنا صفر علشان يبقى هنا عندي ثلاث أجزاء وهنا عندي ثلاث أجزاء. يبقى لما أجي أجمع أجمع بقى عادي خالص، 6 زائد صفر اللي هحطه هنا هيديني 6، 7 و5 12، 2 ومعايا الواحد، 1 و3 3 و1 4، 4 و7 11، 1 ومعايا الواحد بس طبعا العلامة قابلتني هنزلها، 3 و1 4، 4 و5 9، 1 زائد 1 2، يبقى الناتج عندي 29 صحيح و126 جزء من 1000، أهو الناتج اللي طلع معايا ده بقى هو الناتج اللي هيتقرب لأقرب جزء من 100. طب عشان أقرب لأقرب جزء من 100 أقف عند مين؟ أقف عند خانة الجزء من 100 اللي هي الاثنين، وأبص على الستة وأقول لها يا ستة أنت كريمة ولا بخيلة؟ هتقول لي أنا كريمة، هديكي واحد فهتبقى 3، وأنزل باقي العدد زي ما هو، فهيكون الناتج عندي 29 صحيح و13 جزء من 100. وبكده إن شاء الله هيكون الدرس بتاعي خلص، وإن شاء الله هناخد المرة الجاية الدرس الجديد، فيا ريت يا بنات نحل التمارين وهنبقى نناقشها إن شاء الله مع بعض.